لنقاش تطورات ملف الاتفاق النووي الخاص بإيران ينضم إلينا عبر سكايب من أو عبر الهاتف طبعا من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. الخارجية الأمريكية وصفت الرد الإيراني على المسودة النهائية لإعادة إحياء الاتفاق النووي بغير البناء. برأيك هل تتجه المحادثات الخاصة بالاتفاق نحو الفشل أم ماذا؟ بداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الأفاضل. حياك الله أستاذ. طبعا هذه المفاوضات يعني صار لها سنوات مستمرة، وكل فترة نسمع عن انفراجة معينة فيها وبعدها يتم العودة إلى المربع الأول والمماطلة. يعني يبدو تحت ظل هذه المفاوضات أو تحت طاولة هذه المفاوضات تحصل بعض المقايضات بين الأطراف، وليس مع إيران فقط، يعني بين الدول العظمى المعنية بهذا الملف يتم مقايضات معينة. مثلا منها الآن روسيا تستخدم أو تم السماح لروسيا باستخدام إيران كجسر وكممر اقتصادي للتصدير، تصدير البضائع الروسية إلى الخارج واستيراد البضائع إلى روسيا. وكذلك أوروبا تطمح للحصول على الطاقة من إيران. فكل الأطراف يبدو لديها مصلحة معينة في التعامل مع إيران. طبعا الولايات المتحدة، وهنا نتحدث عن إدارة بايدن وليس باقي مؤسسات الدولة الأمريكية، إدارة بايدن بالنهاية هي تتماشى مع المصالح الأوروبية، وكذلك يعني تحاول أن تصل إلى صيغة معينة مع الصين، والصين أيضا تريد إلغاء العقوبات على إيران. طيب كيف نفهم الموقف الفرنسي؟ الخارجية الفرنسية اتهمت إيران بمواصلة مد نفوذها على حساب أمن وسلامة دول المنطقة، في أي إطار يمكن قراءة هذا التحول؟ يعني فرنسا خاصة بعد زيارة الأمير الشيخ محمد بن زايد وكذلك الأمير محمد بن سلمان لديها موقف واضح وتطمح لتطوير علاقاتها مع الدول العربية خاصة الدول الخليجية، ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا فرنسا لديها موقف مختلف عن مواقف باقي الدول الأوروبية وإدارة بايدن. والآن هناك عقود ضخمة بين الإمارات تقدر مما يقارب 100 مليار دولار، وكذلك السعودية مبالغ لم يتم الكشف عن الصفقات بين فرنسا والسعودية. فأي مبلغ أو أي عقود تقدمها إيران لفرنسا لم تصل حتى إلى نصف هذه المبالغ، وفرنسا ستذهب باتجاه التعامل مع الدول العربية وليس إيران. لكن في نهاية المطاف هذه التضاربات والخلافات بين القوى العظمى لا تبشر بأن سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وخاصة نحن مقبلون على انتخابات حساسة في الولايات المتحدة شهر نوفمبر القادم، ومن المرجح أن يفوز الجمهوريون، والجمهوريون وعدوا بأن إدارة بايدن إن وقعت أي اتفاق مع إيران سيلغون هذا الاتفاق. بالإضافة إلى أن الحزب الديمقراطي منقسم، وشريحة كبيرة من النواب الديمقراطيون من ديمقراطيين وكذلك السيناتورية الديمقراطيين لا يؤيدون توجهات إدارة بايدن. طيب يعني صحيفة دخل مثلا الأمريكية وصفت التوقيت الحالي لإحياء الاتفاق مع إيران بأنه الأسوأ على الإطلاق، لماذا تختار إدارة بايدن أستاذ محمد هذا التوقيت بالتحديد؟ إذا لاحظنا داخليا في الولايات المتحدة إدارة بايدن تحاول أن تنجز شيئا ما قبل الانتخابات حتى يحسب لها في سياستها الخارجية الفاشلة من أفغانستان مرورا بالعراق وصولا إلى أوروبا وأوكرانيا. إدارة بايدن فاشلة بجميع ملفات السياسة الخارجية الأمريكية، ومن هنا تريد أن تحقق شيئا ما. وفي حالة الضعف وإيران والدول الأخرى حتى روسيا تعلم أن إدارة بايدن عاجزة ومضطرة لإنجاز معين في سياستها الخارجية،
فيطالبون بالمزيد من التنازلات من الولايات المتحدة. يجب ننتبه إلى هذه النقطة، أن الاتفاق النووي هو ليس مع إيران فقط، هو بين القوى العظمى فيما بينها وكذلك مع إيران. طيب. يعني إيران هي جانب واحد من هذه الصفقات. هناك صفقات بين روسيا والصين، صفقات بين روسيا وبريطانيا، صفقات بين بريطانيا والولايات المتحدة حول هذه الطاولة. في حال الوصول إلى اتفاق نووي أم لا، هل ستنعم برأيك المنطقة بالاستقرار؟ يعني في كلا الحالتين المنطقة ستسير باتجاه نوع من التصعيد مع الدول أنا أصفها الهامشية، الهامشية على المنطقة العربية مثل تركيا، إيران، إسرائيل وإثيوبيا. والآن إسرائيل تحاول أن تشعل فتنة جديدة في المنطقة حتى تتهرب من التنازلات التي يجب عليها أن تعطيها. أما الجانب الإيجابي نشهده الآن في العراق، الصراع بين الميليشيات داخل العراق، يعني من جهة ميليشيات المحسوبة على مقتدى الصدر مختلفة في بعض فيما بينها، يعني حتى التيار الصدري منقسم، الإطار منقسم، العملية السياسية الفاشلة بالعراق منقسمة بسبب أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي. وإن تم التوصل لاتفاق نووي سيتم استثناء الحرس الثوري، والميليشيات هي امتداد للحرس الثوري في العراق، في اليمن وفي لبنان وباقي المناطق. فجزء من هذه الميليشيات والأحزاب السلطة في العراق مثلا تحاول أن تعزل نفسها من العملية السياسية حتى تحجز مقعدا لنفسها في مستقبل ترتيبات المنطقة. لهذا السبب الآن نرى صراعات داخل العراق، هذه الصراعات تصب بصالح الشعب. وإن حاول مقتدى الصدر أن يلعب دور صوت الشعب، هو ليس لا يعتبر صوت الشعب، يعتبر صوت السلطة، لكنه في نهاية المطاف هذه تصب بصالح الشعب، لأن جزء من العملية السياسية مرغمة على أن تكون أن تمثل مطالب الشعب ضد مطالب إيران بالعراق. بعض المراقبين يرون أن إدارة بايدن ستكرر ذات السياسة الأمريكية السلبية لإدارة أوباما التي وسعت نفوذ إيران وأوصلته إلى البحر المتوسط. فيما يخص إيران، لنكون بعيدا ربما عن منطقة الشرق الأوسط، ألا تدرك واشنطن التي تقول إنها لن توقع على اتفاق يضر بمصالح أمنها القومي، ألا تدرك واشنطن حقيقة الدعم الإيراني لروسيا في حربها على أوكرانيا؟ يعني إيران واضح، إدارة بايدن عذرا واضح، الخارجية خاصة وجيك ساليفان الذي يوصف بمعمار الاتفاق النووي وهو مستشار هيلاري كلينتون الشهير وعضو منظمة آيباك الصهيونية، فهذا الشخصية أو تيار أوباما هكذا وهيلاري كلينتون هما هذا التيار يسيطر على الحقبة الخارجية في إدارة بايدن ويريد أن يذهب باتجاه هذا التوافق، وهذا مفروغ منه. لكنه إن لاحظنا تصرفات الجيش الأمريكي تختلف، يعني بعد أن تم الإعلان عن أنه إدارة بايدن عازمة على توقيع اتفاق مع إيران، شاهدنا قصف مكثف للجيش الأمريكي على مواقع الميليشيات داخل سوريا، وهذا القصف سيتوسع إن حاولت إدارة بايدن أن تساعد الميليشيات المتصلة بالحرس الثوري وكذلك الحرس الثوري، والتصعيد قادم ضد هؤلاء اللي إن حاولت إدارة بايدن التقارب منهم أو الإفراج عنهم. هذا السبب هو نرى أن الآن نسمع الصاع من إدارة بايدن أن ردود إيران غير إيجابية، أي بمعنى أن إدارة بايدن لا يمكنها أن تعطي المزيد من التنازلات لإيران في ظل الانقسام داخل واشنطن. شكرا جزيلا المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحشي، كنت معنا من لندن عبر الهاتف.